احنا مكملين بباقي مساحاتنا الصباحيه وحنروح للمساحه القانونيه، ولكن حنضل ايضا بالموضوع الطبي ولكن بنظره القانون. الاخطاء الطبيه كثير بالاونه الاخيره سمعنا بهذا المصطلح على مواقع التواصل الاجتماعي، وللاسف بعض الاخطاء الطبيه ادت لوفاه اشخاص. يعني اليوم على مين الشخص اللي بتحمل المسؤوليه؟ هل المريض، الكادر الطبي، عدم وعي الاهل لخطوره الاجراء اللي كان رايح عليه هذا الشخص وموافقتهم باللاوعي عليها؟ اليوم القانون كيف نظر لهي الأخطاء؟ هل اعتبرها جرم؟ هل كان في قوانين اليوم تحاسب الكادر الطبي؟ رح نحكي عن كل هدول النقاط ما بين القضاء والقدر والقانون، كيف كان النظر للأخطاء الطبية الشائعة. وضيفنا لليوم هو المحامي حسني صوفاني. يسعد صباحك أستاذ، وأهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحكم وصباح السادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. كنا عم نحكي تحت الهواء أنه اليوم القانون ما تم وضع قوانين يعني أو عقوبات لكل نوع من أنواع الأخطاء الطبية. قبل ما نفوت بنظرة القانون لهذا الموضوع، خلينا نعرف بالأخطاء الطبية بالنظرة القانون. اليوم نظرة القانون بعيدا عن النظرة الطبية أكيد. نعم، هلأ القانون صراحة ما نص على تعريف للأخطاء الطبية، ولكن الاجتهاد عطى تعريف أنه هو انحراف لسلوك الطبيب عن السلوك الطبي المعتاد والمألوف نتيجة إهمال وعدم قلة حيطة وحذر، أدى إلى الإضرار بالشخص يلي هو المريض. فبهالحالة كل انحراف بالسلوك عن الشيء البروتوكول المعتاد أو المتعارف عليه بالعلاج يعتبر إذا كان ناتج عن الإهمال أو قلة الحيطة والحذر من الطبيب يعتبر من الأخطاء الطبية، طبعا إذا أدى هذا الشيء لضرر بالمريض. اليوم حتى توضح الفكرة أكثر، خلينا نحكي أنه كل مهنة اليوم في التزام لصاحب هذه المهنة، التزام على صاحب هذه المهنة، تمام؟ فمثلا المحامي يلتزم ببذل عناية، وأيضا الطبيب. يوجد مهن تانية يلتزم فيها صاحب المهنة بتحقيق نتيجة. فالطبيب اليوم بوجه الإجمال هو مسؤول عن بذل عناية الكافية وأداء الواجب مثل الشخص الطبيعي أو الشيء المعتاد. ولكن أيضا يوجد بعض الاستثناءات بيصير فيها الطبيب كالتجميل مثلا، بيصير فيها الطبيب مسؤول عن تحقيق نتيجة. إذن القاعدة العامة أن الطبيب يجب أن يقوم ببذل عناية وجهد ومراعاة لحالة المريض، وأن يلتزم ضمن الأصول الطبية وبروتوكول العلاجي المتعارف عليه. إذا خرج عن هذا السلوك نتيجة عدم متابعته لمريضه، نتيجة مثلا عدم التعقيم بشكل صحيح، نتيجة مجموعة تفاصيل، إعطاء جرعة زايدة مثلا، تخدير، تمام؟ بالتخدير لو افترضنا، فتعتبر من ضمن الأخطاء الطبية. اليوم مين اللي بيحدد إذا كان هو خطأ طبي أو لا؟ هلأ حقيقة اليوم دائما في عنا توجهات. مثلا أنا اليوم كشخص توجهت إلى النقابة، إذا هون في صار في لجنة فرعية برئاسة قاضي موجود منها فيها أطباء من مختصين، أقلها 3 أطباء موجودين، بيحددوا إذا كان هذا الطبيب ارتكب خطأ طبي أم لا. إذا رحنا بالشق الجزائي وادعينا بالمحكمة عن طريق النيابة العامة، تمام، هون كمان تشكل لجنة طبية عن طريق المحكمة وتحدد فيما إذا كان هنالك خطأ طبي أو لا. على شو بتستند اليوم اللجنة؟ يعني وقت بيكون في لجنة اليوم لأي حالة اليوم تم الاشتكاء؟ هلا اليوم كل طبيب بيقوم بأي إجراء دائما في شيء اسمه تقرير بيتسجل بالإجراءات. صحيح. التي تمت والإدوية اللي انعطت وكل التفاصيل. وأكيد هذا الموضوع دائما بيضل فيه متابعة، لأنه هي من ضمن القوانين اللي نصت عليها واشترطت فيها وزارة الصحة بأنه كل مريض لازم يكون له تقرير مذكور فيه كل التفاصيل الإجرائية التي تمت. تمام، هلأ هي التقارير مع الحالة الصحية للمريض، مع التشخيص اللي تم، مع خبرة الأطباء الثلاثة يلي رح يكونوا هن الفيصل بهالموضوع، بيحددوا إذا هذا الطبيب أخطأ هل اتبع السلوك الطبي الصحيح أم لا. طيب أستاذ، قبل ما نروح للقانون ونظرة القانون، اليوم شو هي أهم العقوبات اللي أصدرها بحق
إذا تم ثبت ثبوت اليوم أنه في عن جد خطأ طبي من الكادر الطبي، واليوم حتى لو ثبت هذا الخطأ، اليوم نحن خلينا نتفق على عنوان أنه اليوم في حسن نية بالقصة، يعني اليوم الطبيب هو عم يحمل رسالة إنسانية، اليوم ما نعم دافع أكيد، ولكن نحن بنعرف قد اليوم الطبيب بيكون على أعصابه ليشوف طبعا المريض بحالة صحية جيدة يعني، ولكن أي خطأ بصير عم بيكون أيضا على حسن نية أو نعم عدم إدراك، أكيد ما في خلفه أي شيء تاني. اليوم قانونيا عم يختلف اليوم جسامة الخطأ الطبي، يعني اليوم وقت بيكون خطأ طبي خفيف بين أنه الخطأ أودى بحياة الشخص للموت، القانون كيف فرق بين هدول حقيقة خلينا نحن نقول أنه اليوم مسؤولية الطبيب خلينا نصنفهم بأربع مسؤوليات. المسؤولية الأولية أول واحدة اللي هي المسؤولية الإنسانية والأخلاقية طبعا، وكلياتنا مثل ما ذكرتي أنت بالنهاية الطبيب هي مهنة إنسانية، رسالة ورسالة تمام. إضافة إلى في مسؤولية مسلكية أمام الطبيب أمام نقابته تمام. هي المسؤولية المسلكية في حال ثبت وجود هذا الخطأ طبعا عن طريق اللجان مثل ما حكينا مجالس تأديب فرعية أو مركزية، فبصير في عندهم مجموعة عقوبات تبدأ بالإنذار إما مكتوب أو غير مكتوب، بعدين التأنيب أولا تنبيه تأنيب ومن ثم غرامة مالية وقد تصل إلى إيقافه عن مزاولة المهنة، سحب الشهادة لمدة من يعني وقد تكون سحب نهائي لمزاولته للمهنة. طبعا يقوم وزارة الصحة هي اللي بتقوم بتنفيذ هاي العقوبات بمساعدة النيابة العامة. أما على الشق الثاني اللي هي مسؤولية المدنية، دائما في مسؤولية على الطبيب كمان إلى صنفين. الصنف الأول هي المسؤولية العقدية التعاقدية بين الطبيب والمريض، لما أجا المريض لعند الطبيب صار في بيناتهم مثل تعاقد صحيح على أن تقوم أنت بأعمال الفلانية مقابل كذا، فهون صار في التزامات. في حال أهمل أو قصر بأداء هذا الواجب بيستحق التعويض. طبعاً عم نحكي مدني هلأ حالياً، التعويض يعني الناحية الشق المدني بالمسؤولية. وأيضاً هنالك مسؤولية تقصيرية، أي شخص أي فرد بالمجتمع أدى للضرر بفرد آخر بيكون مسؤول عن تعويضه، وهي هي فكرة المسؤولية التقصيرية. هلأ منجي للشق الآخر اللي هو الشق الجزائي، أيضاً هذا الطبيب لما قام بعمل معين نصت المادة 189 و190 من قانون العقوبات السوري أنه إذا حصل إيذاء لشخص ما تمام عن دون قصد يعاقب بجرم الإيذاء دون قصد غير مقصود تمام. غير مقصود. وهون نحن هي الفكرة، فكرة اللي حضرتك قلتيها أنه اليوم الإيذاء غير مقصود، يعني أكيد ما في طبيب اليوم بينوي أنه يؤذي مريض نهاية اسمه يعني هذا عمله تماماً. واسمه يعني هو أكيد اليوم عدي رأي كاملة أنه في مسائلات قانونية فيما بعد حتكون قصة أكيد. طبعاً هون العقوبات بتتراوح بين مثلاً شدة العقوبة بتتراوح حسب نوع الجرم من إلى إذا بدنا نقول خلينا نقول نحن اليوم فعلاً هي تشمل الثلاث تصنيفات للعقوبة. أولاً مخالفة أحياناً بتكون إعطاء تقرير طبي غير صحيح مثلاً أو مزور مثلاً بيكون بمخالفة تمام، غرامة أو حبس مدة شهر، ومن ثم بتتراوح لجرائم أصعب مثلاً الإجهاض تمام، يلي بتتراوح كمان الجرم فيه بين مثلاً من الشهر لستة أشهر، وقد تصل إلى الحبس إذا أدى للوفاة ودون رضا الهي. فبتختلف بين مخالفة لجنحة لجناية. طبعاً حتى اليوم الأطباء ما لهم مستثنين من قصص العقوبات الطبية. طيب ولكن صدر أستاذ بس في هيك نقطة، اليوم وقت المريض بيفوت على غرفة العمليات هو عم بيفوت بعد ما يوقع خلينا نقول أنه برضا تعهد أنه هو موافق على هي العملية، حتى قد ما كان فيها خطورة عم تكون بموافقته أو بموافقة حدا من أهله، يعني اليوم الطبيب بالنهاية ما نوع متصرف من عنده، يعني هاي النقطة ما عم تخفف شوي قانونيا يعني الجرم اللي ارتكبه الطبيب؟ هذا خليتينا نرجع نحكي بشغلة أساسية. اليوم الطبيب له عذر محل، شو يعني؟ اليوم أي إجراء من اللي عم يقوم فيه الطبيب مثلا شطب نعم أو ما شابه أي شخص آخر ليس له صفة الطبيب تعتبر جرم
اليوم مو مسموح لشخص انه يجرح شخص اخر. صحيح. اليوم شو عم يصير؟ القانون اعطى لهذا الطبيب لسمو هاي المهنه اعطاه عذر محل بانه يقوم بهي الاجراءات ضمن شروط معينه. اولا انه يكون هذا الطبيب معه صلاحيه بمزاوله هذه المهنه، اذا الشهاده تمام. اثنين انه يكون بغايه العلاج. ثلاثه لازم تكون بموافقه ايضا المريض تمام او اهله، يعني او اذا كان في حالات هي كثير، يعني اليوم اي اجراء طبي يعني فورا في تعهد انت بموافقه لك. اليوم حتى الطبيب صحيح. صار يخاف من هاي النقطه للاسف يعني. بس هذا الشيء اذا تم، اذا حصل امر معين وكان فيه اهمال او عدم حيطه او حذر، لا يعني هذا الكلام انه انا على مسؤوليتي انا موافق لهي المخاطر. يعني خليني اقول لك شغله، قد يحصل انه بياتي مريض الى مشفى ويقوم بعمليه تمام، وتكون العمليه دون اخطاء طبيه ولكن قد تتسبب بالوفاه. صحيح؟ صحيح. وتأتي تأكيدا على كلامك استاذ، كان معنا طبيب تخدير وكنا كان في هجمه على اطباء التخدير اليوم. صحيح. انه اخطاء طبيه، فاليوم هو شرح لنا يعني جاب الاجهزه الطبيه اللي تستخدم بالتخدير، ولكن قال في مضاعفات بتصير بعد العمليه. نعم. ممكن تؤدي، ولكن احنا اليوم يعني اما خاصه بموضوع التخدير نحن عم نشتغل على الصمت، على الملي، على العيار الصح. احنا اليوم ما قادرين نشتغل بالشكل العشوائي، فكثير مهم اليوم احنا ايضا ننتبه لموضوع فيما بعد العملية أو فيما بعد هذا الإجراء الطبي. نحن أي مضاعفات ممكن تصير ممكن تسبب اليوم. نعم. ويروح تحت عنوان خطأ طبي، هو ما هو خطأ طبي بيكون. لذلك أنا اليوم كنت يعني بفترة من فترات كنت عم دقق بهي التفاصيل، أو عندي شيء معين ضمن المكتب عندي عم بدرس قضية معينة، فدائما رحت لهي الإحصائيات، فأنا وجدت أنه اليوم في شكاوي مسجلة بعدد كبير ضمن وزارة الصحة، ولكن ما تم اعتماده هو جزء بسيط لا يتجاوز 1%. قد ايه الاحصاءات استاذ اليوم؟ هلا انا كنت بوقتها شفت انه في شيء 36 شكوى كانت لوقت ما انا عم شوفها، ثبت منهم صحتهم 3 شكاوي فقط. تمام. اذا اليوم خلينا نقول شغله، اليوم مو اي شغله صارت، مثلا انسان عمل جراحي مثلا تقديره الشخصي انه هو ما شفي، او تقديره الشخصي لازم يكون هو وضعه احسن. تمام. ولكن في تفاصيل يعلم فيها أهل المهنة. يعني اليوم مفروض إحنا كنا نستشير طبيا وقانونيا. نعم. اليوم لحتى نقدر نوضح الصورة، ولكن يعني من حسب ضيوف كانوا موجودين معنا أنه يعني هاي النقطة كتير مهمة. أحيانا بعد العملية أخذ الدواء بشكل عشوائي عم يسبب مضاعفات. نعم. الأمراض اللي كانت موجودة وراثية فجأة يعني تنشطت بالجسم. فاليوم نحن ما عم نعفي الأطباء، ولكن اليوم كمان نحن اليوم ما فينا نحمل هذا الشخص مسؤولية، يعني هو بالنهاية بإيده روح يعني. صحيح. هلا إذا بدي أحكي شوية إحصائيات تانية، نحن مشان كمان نحكي على أهمية الحقيقة، يعني نحن اليوم عندنا كادر طبي وعندنا متابعة من وزارة الصحة ومن مديريات الصحة، وعم يكون في متابعة دقيقة الحقيقة، يعني أنا بناء على تفاصيل أنا اطلعت عليها، فأنا قرأت أنه اليوم السبب الثالث ببريطانيا للوفاة هي أخطاء طبية. هو إذا ما أخطأت أنا فهو السبب الثامن بالولايات المتحدة للوفاة الأخطاء الطبية. هلا وسمعت انه بما قرات يعني انه في 50,000 حاله طبيه بروسيا سنويا. تمام. نحن عندنا بسوريا حقيقه بالظروف الراهنه وبالامكانيات الضعيفه كل هالشيء اللي بين ايدينا، تمام الحمد لله، ولكن يعني ليس مو معناته انه ظهور حاله او حالتين او 10 حالات معناها انه هي بنعممها بشكل عام، انه في خطا، في اخطاء طبيه، في اخطاء طبيه. صدقا عم بحكي انه انا تابعت بعض التفاصيل ووجدت انه في متابعه دوريه من وزاره الصحه ومن مديريات الصحه للاشراف على كل الاجراءات العمليات والقصص اللي عم تتم، انه تكون ضمن الشروط الملائمة. طيب استاذ خلينا نستغل الدقائق الباقية، اليوم إذا الأهل وأصحاب الشكوى والطبيب راحوا لموضوع الصلح، القانون هل بيروح للصلح فورا؟ هل اليوم القانون مثل احنا ما بنعرف في حق عام في حق شخصي؟ طبعا. أو لا مستثنى اليوم هذا الوضع كونه نحن اليوم عم نروح للأذى غير مقصود بالنوايا الحسنة. خلينا نقول دائما نحن اليوم يفترض الفرضية العامة هي حسن النية، والفرضية العامة بتقول إنه هذا الطبيب. نعم. عم يقوم بواجبه
وما عم يقصر بهذا الموضوع، ولكن إذا حصل وثبت تقصيره فأكيد في حق عام بيلاحق فيها، والنيابة العامة بتلاحق هذا الموضوع وبتتخذ إجراءاتها وبتحيله على المحكمة المختصة ويعاقب على أي خطأ بيعاقب طبعا ويحكم بينحكم عليه. أكيد دائما إسقاط الحق الشخصي بيؤدي لتخفيف العقوبة ولكن ما بيسقط الحق العام بإسقاط الحق الشخصي. شكرا استاذ لحضورك اليوم ولكل المعلومات القانونيه اللي ذكرتها. ودائما يعني القانون السوري وضع لحمايه المواطن بغض النظر عن الحالات الطبيه الموجوده، ولكن دائما احنا خلينا نقول روح مثل ما ذكرت حضرتك للوعي والثقافه والدراسات والاخطاء اللي ممكن تصير فيما بعد اتمام العمليه، يعني المضاعفات اللي ممكن تصير، مو دائما نروح للكادر الطبي لنحط اللوم عليهم. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لكم.